بالنسبة للشخصيات الوطنية تبع حديث كبير حاصل مع عدد كبير من الشخصيات الوطنية، وسمحوا لي أنني نشكركم على سميه لأنه الحديث هذايا مازال حديث لازم نستنى ياخذ وقت حتى لين تنضج الأمور. ولكن باعتبارك ذكرت اسمين، قال صحيح تم حديث مع سي مدرس زنيدي، سي مدرس زنيدي كفاءة، وإحنا نعتقد أنه عنده دور كبير يلعبه في تونس كما عليه الشخصيات الأخرى. تم حديث معاه صحيح أنه فضل وغيره، ولكن كل أحداث تاع يمكن التقارير العالمية غير مبنية على تقارير في تونس حول المشروع. هو شو الفرق بين بنيان حزب بين حركة حول المشروع؟ بنيان حركة حول المشروع تريد توحد التوانسة حول المشروع، لذلك كل الكفالات الوطنية موجودة. هذا المثال نوجهه هذا، مازال عندنا وقت، مفتوحين لكل المساهمات الممكنة ولكل المشاركة الممكنة، مرحبا بهم في أي وقت. ما برشا كفالات في تونس، كما سي مصطفى كان من نابل اللي هو كفالة كبيرة، كما وقعت هو نفسه أطلق هو أخيرا يعني مبادرة وثينك تانك أو سي لامور تو، وشخصيات أخرى موجودة. ما عرفتش أنا أمس تحدثت مع سي راكي مدب، لكن مش حكاية المشروع، لكن أنا باعتباره المشروع لازم يستفاد من الكفاءات، مش بالضرورة أنهم يكونوا في وسط المشروع، لازم يكونوا عندهم علاقة به ويستفاد من الأفكار بتاعهم ومقترحاتهم. وبر الشخصيات ما نحبش نطلع عليهم كل سيستيمات، اللي تحدثنا مع سي صادق شعبان، تحدثنا مع شخصيات كبيرة، اللي احنا قاعدين نحبوا ناخذوا رأيهم، كيما زال شخصيات من المجتمع المدني والمثقفين. ضاف لي فكرة ثالثة، أنه يبنى الحزب على جهات، ما عادش يبني مركزيا، جي مركزي هو تولي الجهات مع بعضها، يعني الجهة باعتبار احنا ماشيين لا مركزية، يلزم زاد العمل السياسي يحضر نفسه لا مركزية. حاليا توا العمل الحزبي وعمل مركزي. تعمل قيادات في تونس وبعد تمشي للجهه، لا احنا نحبوا الجهه تبنى، واللي يكونوا موجودين في الحركه اللي هي فعلا حركه مش حزب، لكن الحزب طبعا هو شكل قانوني يمشي يدعم في الفتره. حركه تبنى على اساس العمل الجهه نفسها، على قياس قيادات الجهه الطبيعيه، مش حتى قيادات الجهه احنا باش نجيبوهم. لذلك معناها هذه دعوه لكل القيادات الطبيعيه نتاع اي جهه اللي هما معروفين قيادات قديمه في الجهه واجتماعيه واقتصاديه وحتى سياسيه. الناس هذوما يلتفوا حول جهاتهم وحول مطالب جهاتهم من خلال التفاف على الهياكل مش تكون الحركة هذه وقيادتها.